تأكيد إسرائيلي مستمر على ضرورة محاسبة إيران على أنشطتها في المنطقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت تهم النظام الإيراني وعلى مدى عقود بممارسة الإرهاب ضد إسرائيل والمنطقة عن طريق الوكلاء مؤكدا أن الحصانة الإيرانية انتهت وأن من مول وسلح ودعم الإرهاب سيدفع الثمن بالكامل وتسعى اسرائيل الى اقناع الجانب الامريكي بعدم العوده الى التفاوض مع طهران لاحياء الاتفاق النووي على خلفيه معلومات استخباراتيه اسرائيليه تفيد باستئناف ايران عمليات تخصيب اليورانيوم، فضلا عن دعوه اسرائيل للولايات المتحده الى الاستمرار في وضع الحرس الثوري على قوائم الارهاب. وكانت اسرائيل ابلغت الاداره الامريكيه باستعدادها العسكري والاستراتيجي لمواجهه اي تحرك ايراني بغض النظر ان كان من الجانب الاسرائيلي لوحده او عبر التنسيق مع واشنطن وبينما تسعى اداره الرئيس جو بايدن لاحياء الاتفاق النووي مع ايران تضع طهران شروطها وعلى راسها رفع الحرس الثوري عن قائمه الارهاب وهو الشرط الذي يدور حوله الكثير من الجدل حتى داخل اروقه الكونغرس الامريكي وعلى الرغم من ان عوده الاتفاق النووي قد يعيد ايران الى الالتزام بملف تخصيب اليورانيوم فان الكثير من الممارسات الايرانيه لا تشملها سطور الاتفاق وهي لا تقل خطوره عن النووي ربما من حيث تهديد المنطقه والعالم من خلال اذرع ايران وميليشياتها وبرنامج الصواريخ البالستيه